السلام عليكم، انا نجوى سكنت مدينة فاس، ام ثلاثة الوليدات. البنيتة عندها فقر دم مزمن، كان نعيش معها واحد الحالات، واحد المأساة مع هذيك البنيتة. الوليد عنده اعاقة بصرية وانا مجازة، عايز نقلب على شي وظيفة محترمة في الادارة بعيدة على هاد الشارع والمشاكل ديالو، لكن للاسف عييت ندفع لي سي في، عييت ندفع، ومع ذلك كنشجع ولادي باش يقراو، رغم انا حظي انا طلع قليل في الدار درست وما وصلتش، كنشجع وليداتي. ودابا انا فكرت ندير هذا المشروع ديال البيع. عندي الاجازه في القانون الخاص سنه 1997 في جامعه ظهر مهراز، ولكن للاسف انا كنت كنتمنى نكون شي قضيه، نكون شي محاميه، لكن هذا الحمد لله وكنحمد الله ونشكره. وفكرت ندير هذا المشروع هذا ديال القهوه المتنقله باش نخدم على وليداتي، نخدم والحمد لله، رغم اني كنلقى معاناه لدرجه انني مرضت بالسياتيك بالبرد، تحت البرد تحت الشتاء، يعني مشاكل كنلقاو مع الناس، اللي كيجي كيهضر معك باسلوب طيب، اللي كيجي كيستفزك، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، احنا عايشين. انا في الاول كنت كندير عصير قصب السكر وكنت في السعاده، و البلاصه ديالي انا مشات في السوق، رغم انني كنت سنين وانا بائعه متجوله في السعاده. من بعد فكرت شفت الناس دايرين هذا المشروع هذا، بالنسبه لي انا كامراه وما نقدرش على الثقل، ما نقدرش على شي عمل اخر نزاولو، لقيت ان هذا العمل استطعتي نديرو، والحمد لله دخلت على واحد القرض ديال 10، خديت هذا الطوموبيل، خديت هذه الماكينه، هذا الماتريال، وحنا شي كنعطيوه للطريطه، شي كنديوه لوليداتنا. ومع الظروف انت كتعرف كل شيء تزاد، المازوت غالي، يعني كندورو في واحد الحلقه، يعني يا ريت نسدو غير داك المشاكل اللي عندنا ديال القروض. درت هذيك البطاقه المقاول الذاتي وصرفوا لي 10، ما بين الطوموبيل ما بين الماتريال، واحنا دابا على الاقل بعدا كنستطعوا ندخلوا لولادنا القتل اليومي، ما نبقاوش غير جالسين كنتفرج في وليداتي. اصعب حاجه انك تدخل تلقى ولدك ولا بنتك يقول لك ماما فيا الجوع، وانت لا حول لك ولا قوه، يعني صعيب بزاف، صعيب. رقم الهاتف ديالي 06 68 62 38 35. ايوا تنقول لهم انهم اللي استطاع انه يساعد معنا ولو غير بشي حاجه، يعني امنيه حياتي انني نكري، نقدر نكري غير شي محل نتخبى من هذا البرد، من هذا الشتاء، من هذا الله، الحمد لله. الوليدات ديالك كيقراو؟ عندي بنيته في السيزياماني، والوليد دابا في الماستر، والوليد الصغير عنده 5 ابتدائي، ثلاثه الوليدات، جوج وليدات وبنيته. نقول لك شنو ولدي، صعوبات، لدرجه ان كيف ما قلت لك مرت بسياتك بالبرد، انا ما عمري ما كنت متوقعه، انا كنقول انا السمراء كتنزل غير من فوق، حتى مع المزاوله ديالي في الشارع لقيت راسي بانني مرت، وما كاينش مريضه خصني نخرج نخدم، كان موت خصني نخرج نخدم، كتشوف غير كتدخل للدار البنت كتقول لك عطيني فلوس السوايع، عطيني هذا، عطيني الكتوبه، الدري كيقول لك ما احتاجت لي بوليكوب، الكتوبه ديالو غالي عند القانون، ما كنخرج واخا عيانه، واخا كنخرج ما عندي ما نديرو مع الناس، هذا بغا قهوه، هذا بغا كابوتشينو، كنسى العيا، كنسى التعب، كنشوف وليداتي قدام عيني، انا ولادي خصني ما نحرمهمش من حتى حاجه، يعني الله تيعيني، واخا انني كنكون في حاله يعني اللي ما نقدرش كاع نخرج بها من الدار، ما عدا عليك والحمد لله، الحمد لله.